كل اللي انا قلته ده بقى تمهيد للنيلة اللي جاية. ظبط نفسك معايا في اللي جاي ارجوك لانك هتكتئب. بص اللي جاي بقى، فجأة يوم الجمعة امبارح تقريبا اقول امبارح، الكنيسة الاسرائيلي اقر قانون اسمه الدولة القومية اليهودية. وانا قاعد فجأة كده لقيت البرلمان الاسرائيلي وافق والدنيا مقلوبة، وعندنا في مصر بيتكلموا على وليد فواز طلق مش عارف مين ولا مين اتجوز مين، بينما اسرائيل بتقر قانون بيعتبر او هذا القانون من خلاله هيبقى الفلسطينيين والإسلام في الدولة دي والمسيحية هيبقوا أقليات. العرب بتوع 48 هيبقوا أقليات. أقليات يعني إيه؟ يعني ما فيش فلسطين أصلا، ما فيش حاجة اسمها لا فلسطين كانت موجودة ولا في حاجة اسمها إسلام ولا قصة دي، دول أقلية في دولة عنصرية باسم الدين. يعني لو السعودية اللي هي حامية الحرم أصدرت قانون زي ده كان طلع علينا كلاب العلمانية في مصر، كان قال لك دي دولة عنصرية. السعودية في الوقت اللي فيه السعودية بتاعة الحرمين بتتجه ناحية الدعارة بدعوة الإسلام المتجدد والعلمانية والكوتشينة والحاجات دي والحفلات والست تطلع تبوس الواد على المسرح في الرياض، في الوقت اللي السعودية فيه بتتجه نحو العلمانية، إسرائيل بتتجه رسمي ناحية اليهودية. وسط صمت كل النخبة العربية،